الأوساط الإسرائيلية بدأت بالدفع من أجل ردع الميليشيات الموالية لإيران، خاصة بعد الهجوم الأخير الذي طال الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة يعتقد بأنها انطلقت من داخل الأراضي العراقية. سيث فرانتمان، وهو واحد من أهم المحللين وكذلك الخبراء في الشرق الأوسط، وثق 5 هجمات قامت بها الميليشيات الموالية لإيران الموجودة في العراق من داخل الأراضي العراقية تجاه الدول الموجودة في الشرق الأوسط بشكل عام. وما وثقه هنا من هجمات، وجد بأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق من الأراضي العراقية هاجمت المملكة العربية السعودية مرتين، مرة في عام 2019 على منشآت أرامكو، وكذلك في عام 2021 أي هو العام الماضي. وهذا الهجوم الذي طال قصر اليمامة في الرياض أيضا بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى ذلك إلى هجوم آخر طال إسرائيل العام الماضي أثناء الأزمة التي كانت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت هنالك طائرة مسيرة واحدة انطلقت. بنيامين نتنياهو اتهم الميليشيات الموالية لإيران في العراق هي من قامت بإطلاق هذه الطائرة، بالإضافة إلى ذلك ما وجده فرانتمان أن هنالك أيضا كان هجوما واضحا على قاعدة التنف هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا بعدد من الطائرات المسيرة أيضا تم من قبل هذه الميليشيات في الداخل العراقي، وكذلك إن كان هنالك الهجوم الذي نتحدث عنه تجاه الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على أبوظبي مؤخرا بثلاث طائرات مسيرة، هو يجد بأنها أيضا تمت باعتراف ألوية الوعد الحق. هذه الفصائل التي ظهرت مرة أخرى بعد ظهورها العام الماضي ظهرت من جديد بهذا الهجوم لتتبنى هذا الهجوم بكل تأكيد. وهذه القضية أيضا هو ركز ليس فقط على الهجمات في الدول التي جرت التي ترونها هنا في الشرق الأوسط، بل إنه أيضا وجد بأن هذه الميليشيات هاجمت العديد من القواعد على مستوى شرق نهر الفرات في الداخل السوري، كذلك في إقليم كردستان وغيرها من الهجمات التي اعتدنا عليها على المستوى الداخلي. ولكن على المستوى الخارجي هو ما يهمه من هذه القضية، وهو أيضا سرب معلومة وتحدث عن معلومة بأن هنالك أمرا تم مؤخرا بين إيران وبين هذه الميليشيات، مما دفعها أن تظهر بهذا الشكل مؤخرا وأن تصل إلى الإمارات في هجماتها. وأكد الآتي: أقامت إيران مؤخرا علاقات أوثق مع الميليشيات العراقية وتستخدمها الآن لمهاجمة إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. هذا الدفع من قبل الأوساط الإسرائيلية والعديد من الأوساط الإسرائيلية هو لا يأتي مبنيا فقط على هذه الهجمات التي نتحدث عنها وما وثقه من 5 هجمات، لا أبدا، بل هي مبنية أيضا على بيانات مثيرة جدا نشرها المعهد اليهودي للأمن القومي في طبيعة ما جرى في آخر سنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأول سنة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من هذه الهجمات على مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ، ووجدت نسب مثيرة جدا مع طبيعة السياسات المتبعة سابقا وحاليا. وبالتالي باختصار شديد جدا بالنسبة لما وجدته وجده هذا المعهد، هو وجد بأن دونالد ترامب في آخر سنة له في عام 2020 من ناحية هنا نتحدث عن الهجمات الصاروخية للميليشيات، وجدت بأن دونالد ترامب في آخر سنة له كانت هنالك 250 هجوما من قبل الميليشيات الموالية لإيران بشكل عام على القوات الأمريكية وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الموجودين في الشرق الأوسط. الأمر مختلف تماما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021، الهجمات وصلت إلى 600 هجوم من قبل هذه الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك بأن هذا العام في عام 2022 حتى هذه اللحظة هنالك بحسب ما ذكره المعهد هنالك 85 هجوما من قبل هذه الميليشيات، ونحن بدأنا الآن في الشهر الثاني، وبالتالي الأمور مستمرة في التصعيد بشكل عال للغاية. أما بالنسبة للطائرات المسيرة وهذه قضية مهمة هنا للغاية، وجدت الإحصائيات من نفس المعهد المعهد اليهودي للأمن القومي، وجدت بالنسبة للطائرات المسيرة من مجموع الهجمات من هذه الميليشيات على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، من مجموعها كانت الطائرات المسيرة ما تم استخدامه منها في فترة في آخر سنة لدونالد ترامب في 2020 كانت تشكل 20% من جميع الهجمات التي تمت
في عام 2020، ولكن الأمور اختلفت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي. من مجموع الهجمات من قبل هذه الميليشيات 65% الطائرات المسيرة شكلت من هذه الهجمات، نسبة كبيرة جدا، أي أن غالبية الهجمات جاءت بالطائرات المسيرة. والمثير للأمر بأنهم حسبوا كل شيء، حتى الهجوم الذي تم على منزل رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بطائرتين مسيرتين، وكانت هذه الطائرات المسيرة كما نعرف جميعا هي كانت طائرات قاصفة، وبالتالي هم وجدوا بأن الأمور هي تتجه إلى خطر كبير للغاية بالنسبة إلى المنطقة بشكل عام. وهذه القضية اهتمت بها الديفنس نيوز الأمريكية، اهتمت بهذه الإحصائيات كثيرا، وكذلك وضعت الاستراتيجية المناسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بما يجب أن يفعله من أجل حل مشاكل التصعيد المستمرة من قبل هذه الميليشيات بشكل عام في المنطقة. وباختصار شديد جدا، هي وجدت بأن المعادلة سهلة للغاية بالنسبة لجو بايدن. أولا، بأن أي هجوم من الميليشيات بغض النظر يأتي من العراق، يأتي من ميليشيات الحوثي، يأتي من سوريا مثلا على سبيل المثال، فإنه يجب أن تكون هنالك رسالة واضحة عبر القنوات الدبلوماسية إلى إيران بأنك يا إيران ستتحملين المسؤولية كاملة عن أي هجوم يطال الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، بغض النظر من أين تأتي هذه الصواريخ وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، إعادة إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، لأن هذا الأمر هو مطلب رئيسي من قبل الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر حليفاً الآن للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إلى إسرائيل. ولذلك الديفنس نيوز أيضاً وجدت بأنه يجب توطيد العلاقات بشكل أكبر، نتحدث عن التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، توفير المنظومات الدفاعية اللازمة من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من الرادارات الإسرائيلية وغيرها للدولتين من أجل أن تكون قادرة على التصدي لخطر الطائرات المسيرة وحتى الصواريخ البالستية، بغض النظر من أين تأتي، تأتي من الحوثيين أو تأتي من العراق. وهذا الأمر بحسب الديفنس نيوز، وهذه قضية مثيرة، هي تحدثت عن مثال العراق وقالت بأن العراق كما تم نشر المنظومات الدفاعية في العراق ونجحنا في العراق في حماية مستشاري الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد هنا مستشاري التحالف الدولي في القواعد العراقية، من حمايتهم من هجمات الطائرات المسيرة، فيجب أن يكون هذا الأمر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفعلا في العراق في بداية عام 2022 حتى هذه اللحظة منذ تصعيد الميليشيات بالطائرات المسيرة، الطائرات المسيرة رغم كثرة الهجمات لم تجد طريقا للنجاح في طبيعة هجماتها. وكذلك تشكيل، وهذه القضية الأساسية، تشكيل تعاون عسكري مهم جدا من أجل القيام بهجمات مباشرة على إيران من قبل الإمارات والمملكة العربية السعودية، تمكين هاتين الدولتين من أجل القيام بعمليات عسكرية معلنة أو سرية، وكذلك هجمات سبرانية فيها إمكانية احتمال أن تكون سرية وأن تكون علنية. وبالتالي الديفنس نيوز وجدت في ظل هذه المعادلة سيكون من السهل جدا ردع إيران من القيام بأي هجمات ممكن أن تفكر بها إيران عن طريق ميليشياتها أو حتى بشكل مباشر. والوول ستريت جورنال أكدت يوم أمس بأن إسرائيل الآن بدأت تقوم بعمليات تعاون مهمة جدا مع الإمارات العربية المتحدة، وثيقة على مستوى الأمور الأمنية، وتحاول من ضبط الأمور من أجل أنه تتفادى مسألة قد تكون إدارة بايدن لا تهدف إلى تعزيز القوات أو الوضع الأمني بالنسبة للإمارات والخليج، وبالتالي إسرائيل بدأت تعمل أساساً، ولكن هي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية، يا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية عليك بالتقدم والتحرك من أجل إنهاء هذه القضية. ولكن ما جرى مؤخرا من قبل إدارة بايدن تجاه المفاوضات النووية بتحرك مثير للغاية وصف من قبل البعض بأنه عبارة عن تنازل، هذا الأمر هو عبارة عن أمر متعلق بهذا المفاعل، مفاعل آراك الذي هو يستخدم في إنتاج المياه الثقيلة، وكذلك ممكن أن ينتج مادة البلوتونيوم التي ممكن أن تدخل في صناعة القنابل النووية، وكذلك أيضا متعلق بمعهد طهران للبحوث، وهو أيضا متعلق بالأمور النووية وغيرها. هذا الأمر وما جرى منه هو قضية تحركات مثيرة للغاية وإعفاءات مثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران بشكل مباشر. هذه الإعفاءات كيف جاءت؟ بأنه كانت القضية في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن مسموحا لأحد
أن يشارك مع البرنامج النووي الإيراني حتى وإن كان على المستوى المدني، وأتحدث هنا عن الشركات الخارجية والدول الخارجية. الآن ما تم السماح به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي سمحت للدول والشركات الأجنبية بأن تشارك في المفاعل وفي البرنامج النووي المدني الإيراني أي الغير عسكري، وبالتالي تعتقد بأن هذا الأمر سيساعد كثيرا بحسب تصريحات المسؤولين في الإدارة الحالية، يجدون بأنها ستساعد في منع الوصول إلى قنبلة نووية أو أنه سيساعد في تخفيف التصعيد الكبير جدا الذي يجري من قبل إيران، والذي تعتقد وتعتقد الكثير من الدول بأنه ممكن أن يصل إلى القنبلة النووية. كذلك هو سيساعد في مناقشة الأمور الفنية الموجودة في مفاوضات فيينا، ولكن أيضا هم أكدوا بأن هذا لا يعني بأنه سيكون هنالك نجاحا للمفاوضات النووية، ولا يعني بأن هذا تنازلا من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام هو جاء على لسان نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الذي قال الآتي بتغريدة رسمية بهذا الشكل: لم نمنح إيران تخفيفا للعقوبات، ولن نفعل ذلك حتى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك أن وزير الخارجية الإيراني كان أيضا لديه تصريحات اعتبر هذا التحرك بأنها تحركات جيدة ولكنها غير كافية. المثير بالأمر أن الأوساط الإيرانية لم ترحب كثيرا بهذا التحرك، وجدت مثل هذه الصحيفة على سبيل المثال وجدت أن ما جرى هو عبارة عن مؤامرة من أجل منع إيران من الوصول إلى طموحاتها النووية في المستقبل، وأن هذا الأمر هو لا يصب في مصلحة إيران بشكل عام، وبالتالي الأمر فيه مشكلة في هذه القضية. ولكن الأهم في هذه القضية بأن إسرائيل الآن ومن الصباح الباكر نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الصباح لطبعا جلسة لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، وجد بصريح العبارة من خلال هذه الصورة ومن خلال تصريحات بهذا الشكل بأن العودة إلى الاتفاق النووي بأي شكل من الأشكال من خلال هذا التنازل أو غيره لن ينفع الإسرائيليين، وقال بأننا نحتفظ بحق وبحرية التصرف من أجل التصرف ضد إيران بشكل مباشر إذا ما استمرت أو فكرت بالوصول إلى أي طريق معين إلى القنبلة النووية، وبأن هذا الاتفاق إذا ما نجح فهو لن يصب في مصلحة المنطقة بشكل